هذه الاتفاقية هي خاصة بإنشاء مستودعات لتخزين المواد الصب، مواد الصب السائل، وخاصة المواد البترولية وهو السولار والمازوت والبنزين ووقود الطائرات، بالإضافة إلى نشاط تموين السفن في منطقة بورسعيد. ونقول منطقة بورسعيد بتكلم على كلا الضفتين، الميناء الشرقي والميناء الغربي، ميناء دمياط والمنطقة انتظار للسفن العابرة لقناة السويس من الشمال إلى الجنوب. ولكن هل سينفذ هذا المشروع بالشراكة مع الحكومة المصرية نظام التريبل بي؟ لا، المشروع ده بي او تي، المشروع ده داخل معانا في هيئة ميناء بورسعيد، مشاركة بنسبة 5%، احنا اللي هندفع الجزء المساهمة بتاع هيئة ميناء بورسعيد خصما من مستحقاتها لدى الشركة. مدة تنفيذ المشروع؟ المشروع مدينا في حق انتفاع 25 سنة زائد 3 سنوات فترة انشاء، بالاضافة الى ان احنا اذا احنا مدين معدلات تشغيل معينه، هذه المعدلات التشغيل ان انا كل سنه اتداول حجم معين من الكميات، هذه الكميات لو انا حققت 90% منها بدوني عن كل 5 سنين حققت فيها هذه النسبه سنه اضافيه، فيطلع العقد من 25 سنه الى 30 سنه حق انتفاع. التكلفه الاستثماريه للمشروع؟ التكلفه الاستثماريه للمشروع تصل الى 3 مليار جنيه مصري، هتتصرف على تقريبا يعني مش عايز اقول 4 مراحل، 3 مراحل تقريبا. بتتحملهم الشركه؟ الشركه طبعا هي اللي هتدبر التمويل، تمويل ذاتي مع تمويل من البنوك مع تمويل من بعض المساهمين اللي عاوزين يخشوا معانا في هذا النشاط.